قلبه على له شموخ المآذن وإن كان من الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. ما خالط قوما إلا أحبوه، وما ساكنهم وأقام بين أظهرهم إلا أخلصوه المودة. حدث ذلك حين اتصل بالعلامة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم في تشكجة، ثم حدث كذلك حين سكن في مدينة تيشيت العامرة بعلمائها، رغم أنه كان يؤثر الانفراد ويستأنس بالوحشة ويخلد للوحدة في معظم أحواله. شأنه في ذلك شأن أضرابه من عباد الله الصالحين الزاهدين. إنه الشريف أحمد الولي موضوع هذا اللقاء. في غمرة تحول كبير وفجائي في حياة ساكنة شبه المنطقة، لجأ الشريف أحمد الولي إلى هذه الربوع في عمق صحراء شنقيط. الواقع أن الحديث عن الشريف أحمد الولي حديث صعب، أولا لأن المرحلة التي وجد فيها في هذه البلاد مرحلة لا يوجد فيها توثيق، تتسم بالاضطراب وقلة وسائل التوثيق من ناحية الأقلام ومن ناحية حتى الأوراق، وانتشار الخوف يصعب فيها المحافظة على الكتب، وهذه الظاهرة سببت ضياع كثير من التراث وكثير من أعيان هذا البلد لا يزالون مجهولين بهذه السبب. الشريف أحمد الولي رجل مولود فاس، والله بالتحديد فوزان 70 كيل من فاس، ودرس العلم هنالك، وبعدين قادر ذيك الحياة المدنية والتمانوك والرفاهية، مشى سايح في البلاد من أجل التعبد. وهو الولي أحمد الإدريسي الذي كان عابدا زاهدا، وقد ولد في فاس عاصمة الأدارسة، ثم انتقل إلى بلاد شنقيط. الشيخ الشريف أحمد الولي رضي الله عنه أحد القامات السامقة من قامات التصوف في هذا البلد، وظاهرة الشريف أحمد الولي هي إحدى الظواهر التي تعرف بالسياحة الصوفية. خاض الأهوال والشدائد تاركا أهله ووطنه، لا زاد له إلا التقوى والإيمان، متنكبا الأضواء على طول الطريق. كان الشريف أحمد الولي من العلماء، وكان من أصحاب الكرامات، وكان من أصحاب الخوارق إلى غير ذلك. امضى فترة من الزمن في الفيافي يتعبد، وذلك شأن العظماء الذين انعزلوا عن الدنيا وانتقلوا إلى البرزخ الكوني وهو البرايا، حيث تأمى التأمل اقتداء بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في غار حراء يتعبد. الحقيقة الشريف أحمد الولي شهرته تغني عن تعريفه وعن الشهادة له، فقد اشتهر في أقطار موريتانيا كلها بالورع والصلاح والولاية والعزلة عن الناس والاكتفاء بالخالق عن المخلوقين، فهذه هي مميزاته. مشهور به شدة الصلاح والولاية وسرعة انتقام مولانا من حد ظلمه، والله الزهز به، هو زاهد وصالح ولا يهتم بأمور الدنيا، وعادة ذاك النوع من الناس إذا يصدر منه تصرف من الفعل والله من الكلام يعود مثار سخرية للناس اللي ما هي ما هي ما هي ما هي فطينة ولا هي حاجة، وهو تصدر بعض الأحيان لين تصدر ذيك الأمور من حد له يرى فيها الاستهزاء، وقع في حالات متعددة أنه تقبل مولانا من سريع، الله سبحانه وتعالى سريع الانتقام له، ومشهور بهذه الرواية عند أكابر الناس وأصاغرهم.
أننا عن النولي وقطب صوفي من المتصوفين الزاهدين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولين يجيب بليده ولتين فاق إليه بالشهرة والله بالتلم يهرب قهاء اختفى لك ما يبكي بولاده ومعذرين لك عالم جليل لا إشارة ولا هو ديروا الله في أمثال الشخص اللي عبد الله والحاج إبراهيم والشيخ عبد المختار وذيك السلف الصالح الكبير العلماء الأجلاء الوريين الخائفين المتبعين. شفت في هذا الكتاب المطروح بين يدي المؤلف الذرات اللي قال له طالب أبو بكر الولاتي المحجوبي نسبا والولاتي وطنا والإقليمي والتكروري إقليما كاتب هون عن الشيخ محمد الأمين عن الشريف عبد الولي أنه قطب ومن الناس اللي اخبر اولاده واخبر تلاميذه بخلاقة شيخنا احمد رضوان قال لهم ولد القطب الرباني والعالم الصبداني. شوف نص الطالب ابو بكر الولاتي قال الشيخ محمد الامين الشريف محمد الولي انه كاشف له عن اخبار شيخنا محمد فاضل ووصى لكن لو صبيه ماني ضابط وما شفته مكتوب الوصيه قال واوصى بكثير في شانه وذاك ظاهر بيدي شيخنا محمد فاضل عقب شاله من تلويل القطب وشدها خوته ولياء واقطاب ورات منه ذاك اللا عن امرين اللي ما هم في منطقة واحدة غير ما هم متباعدين هو قبل مشوا شاعت قدرة مولانا انه يشدوا عتيهم واولاده جد الشيخ علي الشيخ هذا وجده الولي هذا والشيخ عمر فاضل مسمين الولي وجدنا احنا الشيخ الحضران وجده القطب وهذا عند بسطه وجد محمد الغيث اللي منتو هي أم والد يعني اللي مخديجة صغيرة من الحضران الشمعي. فحل أولا بمنطقة أدرار وبحاضرتها الأقدم أزوجي فزار ضريح الإمام الحضرمي المرادي لينتقل بعد ذلك إلى تقانت وسط البلاد وتحديدا إلى مدينة تجيجة وهنا التقى بالعلامة الجليل سيدي عبد الله الحاج إبراهيم لقاء عجيبا تكتنفه إشارات العارفين. يقال إنه مر بأزوقي عاصمة المرابطين قديما مر بشنقيط من أزوقي وتوجه إلى تقانت. الشريف أحمد إلين عاد وهن 10 سنة قالت لأمي امشي أعبد ربك حتى يأتيك اليقظة وتقال له تماش عاد في السياح وتم على السياح إلين عاد راشد مفصل عنه وشل الإمام الحضران طرح كراع علوها راه دلال وشل تقان. وقفت على الكثير من الوجوه المشرقة لهذه الشخصية الربانية فكل من اتصلت بهم من أهل الرواية الشفهية أجمعوا على شيء واحد وهو أن هذا الشخص كان من خاصة المتصوفين العارفين بالله. هذا الرجل كان رجلا عظيما انتقل إلى تقانت وهناك التقى بالعلامة سيدي عبد الله والحاج إبراهيم العلوي حيث التقى عالم كبير شريف معالم جليل علامة هو سيدي عبد الله والحاج إبراهيم. ورحب به سكان هذه الأرض الطيبة حين رأوه وخبروه حائزا غايات المناقب يجمع باقتدار بين الشريعة والحقيقة ويرون في هذا السياق قصة إلهام الله سبحانه العلامة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم بأن وليا صالحا يوجد بالمنطقة فقال مرة لمن معه في المسجد هنا عبد من عباد الله الصالحين يصلي معنا وهو آخر من يشرع في الصلاة وأول من ينصرف وعلينا أن نتداركه لننتفع من صلاحه ونستفيد من علمه. الرواية اللي مجمع عليها أنه قال لتلاميذه احنا يصلي معنا هون شريف ولي من أولياء الله
صلي معنا الصبح، وهو آخر حد يحرم في الصلاة وأول حد ينصرف. خرصوا إذا كانكم تقدوا تحكموه يكانوا كان نستفادوا منه. وفعلا اللي سلمت اللي انصرف حكموه، جاء سيدي عبد الله يبدو لأنه كان تراخى وتفاهم معاه، ولا نعرف سيدي عبد الله جبره كانوا في نفس اليوم قبال اللي خلق فيه والله مهم انه بناء له خيمه وتأنى معاه وعاد يزوره وعاد هو متفاهمين ونتفاهم الله هو من درى سيدي عبد الله ذا اللي قال للتلاميذ من قالوا له سيدي عبد الله كان في فاس من درى كانوا تعرف من اهل فاس على هذا الشريف انه صدي له من درى كانوا جبروا هو ما زال في الصغار من درى كانوا بطريقه اخرى لا ندركها الطالع على ندير من طاقه يزورها هذا الشريف الولي. هذا السؤال يحتاج حد يتأمل فيه في الآثار وفي الروايات الشفهية، لأن نعرفه سيدينا قاع من علمه بأنه هو في المنطقة وأنه موجود فيها. التقى بسيدي عبد الله الحاج إبراهيم، وكان له معه يعني جمع بين الصوفية والفرار والعزلة، وبين أيضا الالتحام مع جماعة المسلمين في الصلاة صفا واحدا، فكان الشيخ يجده في الصف ويفتقده في الجماعة، فراقبه ذات يوم ثم أخذه وقال ولما لا تكون مع جماعة المسلمين تعيش وحدك، لماذا لا تدخل عليكم بالجماعة؟ ولم يزل معه الشيخ حتى أقنعه بأن يدخل في الجماعة ويبقى مع الجماعة، وفعلا استجاب الشيخ الولي الشريف المبارك لدعوة الشيخ سيد إبراهيم. وهكذا روي عن الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم أنه قال في معرض حديث له أمام تلامذته: إن أحمد الولي عبد من عباد الله الصالحين لم يعص ربه قط منذ ولدته أمه. كان هذا الولي من أولياء الله ولم تكتب عليه السيئة منذ ولدته أمه، وهو شريف النسب والحسب. ومنذ أن تعرف عليه الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم لم يدخر جهدا في إحاطته بعناية فائقة، وأصبح من خاصة خاصته، بل كلفه بالإشراف على تلاميذه بالنظر لما اكتشف فيه من ورع وتقى وصلاح وتبحر في العلوم الشرعية. مما ثبت أن سيدي عبد الله كلفه بمهمتين: مهمة تسليك تلاميذ التصوف، ومهمة التفتيش المستوى التربوي للطلاب. وحول هذا بعض القصص، بعض الروايات الشفهية التي يتداولها المجتمع الأهلي في تجانت. برز في علمه واجتهاده، وظهر للناس منهم ما لم يكونوا يحتسبوا من العلم، حتى قيل عنه أنه مجدد العصر، وقتئذ لانبهارهم بالعلوم الكثيرة التي يحملها في صدره رحمه الله، فكان عجوبة زمانه في حفظه وعلمه والفتوحات الإلهية التي فتح الله عز وجل عليه بها، ولا غرو، فهو شريف مهاجر في سبيل الله، ذاكر لله، عابد لله، سائر في أرض الله، فلا تسأل عن فضل الله عز وجل عليه. تحدث معه فإذا هو عبد من عباد الله الصالحين، يترقى في المقامات، وتعرف عليه ولازمه وعقب تتلمذ عليه اللي هو الشريف هذا، تتلمذ على سيدي عبد الله حتى صار من خاصته، وبعد ذلك كلفه بعدة مهام. وهذا الالتقاء كما هو معروف أنه خلقهم في الحمد لله المسجد العتيق هم في تشكشة. وما تسخر به حياة الرجل من أن العلامة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم طلب منه أن يمتحن أبناءه، وأن يدا صالحة يغمر نوالها وإحسانها ساكنة المنطقة من علم ومسلكيات بثهما في قلوب السكان فتعلقوا به، يؤكد أنه كان عالما جليلا وليس رجلا صالحا فحسب. أنا عندي خبرين يدل على أنه بالغ من العلم مبلغا لا حدود له. الخبر الأول من سيدي عبد الله الحاج إبراهيم أنه أولاده الاثنين محمد محمود وسيدي محمد إلين جاوه كانوا يقرأوا مرقب على عادته الموريتاني، أنهم يقرأوا من محاور مرقب ما هي محاضرة والدهم. إلين جاوه قال لهم قيس الشريف يعرف لي
أيكم أعلم، وجاوه يبدو أنه اختبرهم، قال له هو سيدينا، قال له هذا واحد منهم أعلم منك، واحد منهم كيفك. الخبر الثاني هو اللي ثبت عنه أحمد الصغير من رحم الله، رحمه الله تعالى، العلامة الجليل المعروف، وهو أثبت في وثائقه أنه تتلمذ على الشيخ أحمد الولي، وقال أنه تخراص للطلبة، أنه تخراص للطلبة كافي قاع من التربية، أثبت ذلك في قصائده التي مدحه بها. أحمد الصغير هذا كتب في رسالة لولده أنه اكتشف أن الشريف أحمد الولي آخر المجتهدين. إذن هذه الشهادة منذ فطاحلة العلماء الاثنين في زمنين مختلفين في مكانين مختلفين تدل فعلا على الشريف أحمد الولي أنه عالم جليل، ولكنه لم يشتهر إلا بالصلاح والزهد والمكاشفات وما يتعلق بذلك. وهذا حقيقة اتقوا الله ويعلمكم الله، هم متلازمين، العلم والورع يحصل بينهما كثير من التلازم. إذن هذا عن مواصفاته هو. هذه القصة إلينا خرصت نوازل العلمي في تاريخ صاحب العلمي اللي هو قال له علي بن عيسى بن أحمد بن عبد الوهاب، رأيت فيه هو في ترجمة صاحب النوازل من الملامح ومن التقاطعات اللي شكيت قاع تخلني الشك، على انه من درى كان قاع صاحب النوازل العلمي ما هو الشريف احمد الولي نفسه، به اللي هو كتب رسالة استقالة الوالي شفشاون وكتب له فيها على انه كان قاضيها، وكتب له فيها على انه الزمن فسد من الفساد اللي ما تلقى قابل يتحمل القضاء فيها، وانه ورك مستقيل منه، وانه ماشي على وجهه وقايس ارض ما يسمع فيها كلمة عن شفشاون ولا يسمعون خبره، وان ارض الله واسعة، وان اولاده اراه ومستودع من الله سبحانه وتعالى. هاي الصفة اللي انا بتشبهها بقضية الشريف، انا لا اشك في انه هذا الرجل اما اخوه نفسه او اخوه او عمه او هو من نفس العائلة اللي هم شرفة العالميين اللي هم اللي كانوا في شفشاون وانتقلوا من هشور فاس وقرأوا فيها على العلماء اللي موجودين فيهم. واعتقد انه البحث في الوثائق في شفشاون وفاس وحتى هون عندنا احنا في تشيت يدور الله يبين قدر من الحقائق اللي ما زالت خافيه من اللي هو ياسر من امور وقع لا يتكشف شيئا فشيئا، ولذلك البحث يدور يجيب ذيك الامور كامله. فهو في كل مرة كان ينطلق في سياحته فيكتشفه قوم فيحتفون به ثم يعود إلى سياحته، هكذا يمكن أن نفسر تعدد ظاهرة اكتشاف الشريف عبد الولي. وزار مناطق عديدة واعترف له كثير من أعلام البلد بالصلاح، ووجد الشرفاء المعروفين اليوم باسمه، ورد ذكره بوصفه شيخا لأحمد الصغير بن رحمه الله صاحب الرسالة في مقدمة نسوة الأبصار، قلت لكم الآن في الصفحة 3 محمد بن الصغير مخطوط بحوزة لا نسخة منه، وذكر في الدر الخالد بمعرفة الوالد لمحمد محمود بن سيد عبد الله بن إبراهيم. لولا اهتمام به الشيخ سيدي عبد الله اللي أصر على أنه يسكن معه ويجيبه وقعد إلين جل تقانت من الغريب على أنهم ما يعرفوا قاع هو منهم، سولوه قال لهم أنا اسمي الشريف أحمد الولي. الحق في تقانت ذاك الوقت سيدي عبد الله عالم، والحق فيها محمد الشين، والحق فيها سيدي محمد والسيد جعفر، الشريف وأمير وعالم، وهذا الثلاثاية اقتداوا به نظرا لعلمه والمكانته والكراماته. تطورت هذه العلاقة في مجموعة من الشهود والمشاهد، من أهمها تكليفه بدور تسليك الطالبين والعارفين من المنخرطين في المدرسة الصوفية الشاذلية.
وهكذا ربطت أحمد الولي علاقته الوطيدة مع العلامة الجليل سيدي عبد الله الحاج إبراهيم بعلماء عصره في تقانت، كالعلامة أحمد المختار الجكني وعبد الله بن سيدي محمود، وكذلك الأمير محمد المحمد شيم وكثيرين آخرين. وتتلمذ عليه وتصدر كثير من العلماء، منهم الشيخ طالب عمر واللعلي السيد الطلابي وسيدي عالي والديدي وسيدي إبراهيم والخيار وغيرهم كثير. وخلال مقامه في تججة زوجه العلامة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم بابنة عمه السيدة طاووس بنت المداح، وقد عرفت باليسر والتقى والصلاح. هذا الرجل لما سلك سلوكه واطمأنت نفسه واستقر واستقام حاله زوجه شيخه بامرأة ذات جمال وذات مال من بنات عمه، وهي المرأة المعروفة بطاووس بنت المداح من أحفاد محنض ويندموجي، وهي رفيعة النسب والحسب وكثيرة المال، وقد توفيت عنده وورث نصف مالها، وهذا المال ما زال موجودا في وادي تججة بحدائقه وغير ذلك من الحدائق المعروفة، حدائق أهل الشريف أحمد الولي في وادي تججة. جعله من خاصته وعاد من تلاميذه، عاد يكلف بقدر من المهام، وبعد ذلك زوجه بمرأة من أهل تججة هون، قال لها طاووس بنت المداح، وتمت عنده نين، توفات عنده، ورث منها قدر من المتروك، إلى الآن ما زال على اسمه. كان نافذ العزم، صادق الفراسة، بعيد الهمة، يركب المراقي الصعبة سبوقا إلى الغايات، لا يتعاظمه أمر ولا يقف له دون غاية ولا يفوته مطلب. يحمل علومه في صدره على نحو ما يؤثر عن علماء هذه البلاد ومن اتصل بهم من علماء الجوار. فقد سئل أحدهم في المشرق وأظنه من مدينة تيشيت: هل أعلم أنتم أم الفلانيين؟ فقال: إذا كانت الشموع متقدة فإنهم يتذاكرون معنا، أما إذا أطفئت الشموع فهم بلا فائدة. يقصد أنهم يعتمدون على المراجع والكتب، بينما يحمل علماؤنا علومهم في صدورهم. وذلك ذاته هو نعت الأمة المحمدية في العهد القديم، إنهم يحملون أناجيلهم في صدورهم. وكان توجهه إلى تيشيت، جوهرة مدن الصحراء الغنية بمكتباتها العامرة وعلمائها الأعلام، عنوان مرحلة أخرى من حياة الشريف أحمد الولي. وفيها اجتمع بالولي الصالح الشريف محمد الشريف أحمد الملقب بعسرية. بلغنا أنه بعد سياحات حل بتيشيت واستقر بها مدة من الزمن بجوار جدنا الشيخ الكبير والصالح الشهير الشريف محمد بعسرية، ثم بعد ذلك تتلمذ عليه ولازمه والدنا أحمد الصغير العالم المتفنن ذو التآليف الفريدة والمناقب العديدة الحل المرتحل صاحب الكرامات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمكن الولي الكبير الشريف أحمد الولي في القطبانية، ويحكى من مكاشفاته إبان مجيئه لتيشيت أنه كان لا يدخل عليه أحد إلا علم حاله أهو نوراني أم هو ظلماني، حتى أن بعض الإخوة تخفى عنه تسترا، وكان والدنا أحمد الصائر يجله ويقدره وقد مدحه بقصائد. قال ابنه محمد بن أحمد الصائر العالم النحرير في كتابه نزهة أبصار ذوي الأفكار بالإسفار عما في التنوير من الأذكار، إحدى هذه القصائد: لا ينظر فيها إلا سعيد. وفي هذه المدينة الرمز الطافحة بالأسرار وبجلائل الأعمال، تعرف لاحقا أيضا على العلامة الجليل أحمد الصغير بحكم نشأة هذا الأخير في أحضان جده بعسرية، فكان لقاء الكوكبين حميميا كما تتحدث المصادر، بل كان اقترانا فريدا بين إشراقات الوعي الديني وبين صروح البناء الحضاري
تعبق بأريج التوحيد وتصطبغ بعبير معاني التمكين والمحبة والاصطفاء، إيذانا بتآلف لم تفتأ أن شعشعت أنواره في المنطقة والجوار. أحمد الصغير كان يتفانى في الاعتقاد فيه، كان معجبا به أشد الإعجاب، ومن أشهر مشايخه الذين تتلمذ عليهم مباشرة، لأن أحمد الصغير له كثير من المشايخ في العلم لكنه لم يتتلمذ عليهم عن طريق الملازمة وإنما عن طريق الإجازة والمطالعة، لأنه كان رجلا موهوبا فتح الله عليه. ما بالنسبة للشريف أحمد الولي فيبدو أنه لازمه كما كتب عنه ابنه محمد شيخنا محمد أحمد الصغير، فيقول إنه لازمه، وهو الشخص الوحيد الذي يذكر أنه لازمه فترة من الزمن، وكان في غاية الإعجاب به والتنويه بصلاحه وبركته وتربيته. فلا شك في الحقيقة أن شهرته تكفي عن تعريفه وعن الشهادة له. وأحمد الصغير هذا في بداية حياته أصيب بمرض في العين وفي العينين، ومنعه من التعلم بداية، لكن في ذيك الفترة لقي شيخا متميزا كما يقولون، هو الشريف أحمد الولي واستفاد منه استفادة كبيرة، وصاحبه كما يقول شيخنا محمد بن أحمد الصغير ابنه في مقدمته لتعريفه في من العلي الكبير في فوائد أحمد الصغير، وكتاب الآخر لتنوير القلوب في الصلاة على النبي المحبوب. هذا يقول بأنه صاحبه صاحب الشيخ المتميز فأحبه، فكلاهما أحب الآخر، ومن هنا برزت شخصية الشيخ حمد الولي في على ألسنة أهل تيشيت نظرا لمكانته وتميزه الذي ظهر به وعلاقته بأعلام التقاهم في ذلك الزمن، أمثال الشريف محمد ومثال الشريف محمد وعسرية ومثال هو أحمد الصغير. أحمد الصغير الذي كان في ذلك الوقت شاب صغير وتعلق به تعلقا شديدا، هو فقيه المدينة وعالمها، تعلق به تعلقا شديدا وارتحل معه إلى ناحية الرقيبة وسكن معه سكنا طويلا، وبعث برسالة إلى كبار تيشيت بأنه يدعوهم فيها إلى الالتحاق بشريف أحمد الولي باعتباره هو القطب الجديد أو الشيخ الجديد الذي سيجدد الدين، وأنهم عليهم أن ينشروا طريقته أو يحتفوا به ويقلدوه. وكتب قصائد طويلة بمدحه وكثيرة، ثم عاد إلى مدينته بعد ذلك. ذكر هذا الرجل ورد في مكتوبا، أنتم تعرفون أن الرجل مذكور بكثير في الحكايات ولكنه بشكل مكتوب هذا قليل جدا. هل يعود ذلك إلى لا أخفيكم سرا بأن هذا ليس خاصا بالشريف أحمد الولي، بل هو عام بلدنا ليست لديه تقاليد كثيرة فيما يتعلق بتخليد شخصيات كتابية، فالمحظوظون هم من تمت كتابة وتدوين سيرهم الذاتية، والشريف أحمد الولي بين هذه الشخصيات المغمورة التي كتابيا وليس في التقاليد المروية. أحمد الصغير هذا قاس الشريف أحمد الولي وأعطى معاه فترة، صاحبه قال أنه في 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 حقبة من زمانه اللي أحمد الصغير أصابه رمد ومنعه من المطالعة، في هذه الفترة صاحبه قال محمد بن أحمد الصغير صاحبه الشيخة الكبيرة والقطبة الشهيرة الشريف أحمد الولي، معناها أن أحمد الصغير صاحب الشريف أحمد الولي وطمع فترة قطعا أنه لازمه، وبعد ذلك ملي صاهره قطعا أنه ملي قد شفت رسالة مشيها أحمد الصغير هنا، كان ملي أحمد الصغير عنده زوجة هنا من أهله من أهل تشيد، وبعلم جالس قاس الشريف أحمد الولي ملي وتزوج ابنته، وقطعا أنه شفت رسالة نمشيها ويذكر فيها أنه تزوجها بنتي شريف أحمد الولي. من هذا القطب الشهير الكبير اللي مشهور في أرضنا هنا أنه كان وليا صاحب كشوفات وكان شريفا
وأن أول ملي من اكتشفه في من سياحاته وكان سبباً أنه الحقيقة يحكم عليه السياحة حتى استفاد منه المسلمون هو ملي والدنا الشريف محمد أبو عسرية والشريف أحمد الأحمد الإمام المتوفى 208 للهجرة. حين تزوج العلامة أحمد الصغير كريمة الولي الصالح الشريف أحمد الولي، فأثمر هذا الزواج عطاء ممتدا كان إطارا ناظما في مراحل لاحقة لمفردات إصلاح وتحولات ما زالت آثارها تتلبس المكان وتشي بعمق وذراء هذه العلاقة التاريخية. وليس ذلك فحسب، بل كان مقام الشريف أحمد الولي بتيشيت أيضا موضع عناية من جميع سكانها، وكان بيته مزارا لهم. وحسب الروايات المحلية فقد عرف عنه في هذه الفترة أنه صاحب كشف عجيب مجرب ومتداول على نطاق واسع، حيث كان ينبئ الأشخاص بماضيهم وبما سيؤول إليه أمرهم بإذن الله. كما كان لافتا أن له بيتا أمه كل المرضى فيشفون بإذن الله تعالى. الآن قف بجانب دار والدنا الكبير المغفور له شريف محمد بن عسرية المشهور بالصلاحي والولاية في مدينة تشتيش التاريخية. شريف محمد بن عسرية هو من استضاف الولي الصالح المشهور شريف أحمد الولي، واستضافه في هذا المنزل وأقام معه مقامه في تشيتي في تشيتة كلها. هذا الولي الصالح عرف العلامة أحمد الصغير هنا في هذه الدار، حيث تربى أحمد الصغير في كنفه جده شريف محمد بن عسرية هنا في هذه الدار، وصاحبه وأحبه وتعلم منه ورافقه طيلة فترة طويلة وتأثر به وارتبط به في كثير من حياته وأعجب به وكتب عنه ومدحه في قصائد توجد بالمكتبة التشيتية. أيضا هناك بجوار المكتبة المركزية دار أخرى هي دار باب الكبير. هذه الدار هي التي ولا تزال قائمة، هي التي كانت تستضيف الشيخ سيدي الكبير أثناء مقامه في تشيت، وبها البيت الذي كان يرسل إليه الولي الصالح شريف أحمد الولي الناس التي تزوره من أجل الشفاء ومن أجلها، فيأمرها بأن تدخل ذلك البيت فيشفيها الله مما يصيبها. جفم اللي هو شريف أحمد الولي، وكان من كشفه أنه من أين جاء للدار عاد الله اللي دخل عليه يخبره بما هو عليه من خير أو شر، يقول له أنه سعيد والله شقي والله أنت من أهل الجنة والله أنت من أهل النار والله كذا. ويقال أن شريف محمد بن عسرية هذا هو فعلا كان وليا سيدنا اللي هو شريف محمد، أنه نظرا لتستره لأنه كان لا يحب الشهرة وكان يتستر على ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخصوصية، أنه أبيه انهارات الأولين امتنع من أن يقدم عليه، هو بعد ما هو عالمي ولا يعرفه قاع غربة عارفين في عالم الأرواح، بعد انهارات جاه في الدار وقلوا أنه يبني اللي هو شريف أحمد الولي دائما يذكر ويأنث، يقول له أخويا ماني ساميك عينه لشريف محمد بن عسرية تخلي له ماني قايل عنك سبة واحدة لا تخلي له أخويا قلبك كيف قلب النعجل تنزل. الناس قد امتلأوا إعجابا به واحتراما له وإجلالا وتوسلوا به بعده وفي حياته، وقد وقع نظري على نظم في إحدى مكتبات تشيت، وأظن أنه قد يكون لأحد المتأخرين ما أن يكون لأحمد الصغير صاحب البوائد أو لأحد معاصريه، وقد توسل في قصيدة توسلية بالشريف أحمد الولي بعد سيدي عبد الله مباشرة. وبالجملة فإن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن الشريف أحمد الولي قد أقام فترة من الزمن في هذه المدينة العريقة وأحبه أهلها وأرادوه أن يبقى بينهم، لكنه يظهر أنه اختار أخيرا العودة إلى نواحي جكجة. كان الشريف أحمد الولي ورعا في فقهه وفقيها في ورعه كما يؤثر عنه.
كان العلامة الشريف أحمد الولي رحمه الله فقيها في ورعه وورعا في فقهه، وهذا قل من يسمعه. كان غاية في الاستقامة، وسلم له علماء عصره بعلمه وورعه، وحفظوا حق الوفاء والإنصاف والتقدير لأياديه البيضاء في نشر العلم وتزكية النفوس أينما حل وارتحل. كان منارة إشعاع ودوحة علمية يستمرئ ظلها الوارفة عشرات الأعلام، ونهل من مدرسته السلوكية الباهرة العامة والخاصة أبهى صور الخشية والصبر والتواضع والورع. ومن كراماته الغريبة قبول الأولياء والعلماء والأمراء عندما دخل هذه المنطقة. دخل هذه المنطقة ما بقات عائلة نفيسة ما صاهرها، ولا ما سبق أن رد له ولا لولده أبدا، أو لا قال ذلك لا يرد له أنفه، لا يرد له طلب. وهذا ما هو من عادة بداة أصلا المنطقة في الصحراء، لا يقبلون إلا من هو معروف. لكنه هو سبحان الله الرحيم، الأمراء والعلماء والأولياء والصالحين يتفخروا به كاملين. ويسود إجماع بين الباحثين ما فتئت تعضده الشواهد وسير الأحداث على انتماء الشريف أحمد الولي إلى الأدارسة فعلا، وأن بني عمومته كانوا على صلة به، بل يذهب البعض إلى أن أمه لالة مريم زارته في تشجة قادمة من فاس في سياق حكاية شفهية متداولة. قال لي أحمد الأحمد بسنده الجد أحمد المختار أنه سولوا، قال له أنتم هذا الشريف اللي ظهر شورنا عالمين به؟ قال له ذاك، قال له أخويا والله والعمي. قال له أنتم شريفين علاقتكم به الولاي إسماعيل؟ قال له الولاي إسماعيل أولاد عمنا. يقال إحنا عندنا العلم وهم عندهم المسؤولية السياسية. يقال ما يبايع منهم حد ما هو اللي نزكوه إحنا. قال له عميدنا عادة يعود يصلي الجمعة في المسجد الكبير في المنطقة اللي هو فيه، إلين يبايع منهم هم أحد يجي لذاك المسجد اللي فيه عميد نحن، إلين يعود راضي عن علمه وعن صلاحه، إلين يسلم الجمعة يجي ويحكم الركاب الجواد اللي راكب عليه ويركب الجواد ويحج ويودع، وإلين يعود ما هو راضي عن مستوى علمه ولا عن مستوى صلاحه يخرج من الباب الثاني اللي ما واقف عنده الزامل ويمشي. الكتاب شريته من فاس بعد اللي شفت عليه كلمة نوازل العلمي، بي باقي معايا من محمد الديدي رحمة الله علينا وعليه، أنه بسنده عن محمد حيد السيدي عبد الرحمن من الشريف أحمد الولي أنه ينتسب لي عبد السلام بن مشيش، قال لي محمد الديدي أن خالق مصحف كتبه مرابط محمد حيد مرابط القرآن المشهور لحد ابن أهل عبد القادر واللي شريف أنه دار له فيه نسبته العبد السلام بن مشيش. جيانا للمغرب سولت، قال لي عبد السلام بن مشيش أسرته ينقال له العالمي، وتميت نستدر في المكتبات اللي هو لي صاحب النوازل المكتبات العالمي. قلت هذا خالي لأن شركته أبو سريته، ووجدت فيه الترجمة اللي كنت أقول لأني شبهته هو به وعلى أثره، ورأيت فيه من المرائي اللي تبين لي على أني إلا حست قريب منه بعد ذا اللي أني شفت فيه من الأمارات اللي قايل أنا على أنه لعد ما هو قريب من نفس العائلة. يكتنف غموض كثيف المرحلة الأخيرة من حياة الشريف أحمد الولي، وإن كان منطق الجغرافيا وتسلسل الوقائع يرجح أنه عاش سن حياته الأخيرة بين ضواحي تججة ومشارف منطقة القيبة قرب واد البط وقلم بيت. وحسب روايات دارجة على الألسن فإن له قصصا مشتركة مع بعض سكان هذه المناطق، مفادها أن أحد أعيان هذه المنطقة أصيب بمرض عضال فذهب إلى الشريف أحمد الولي مستشفيا فمدحه بقصيدة فشفاه الله من ذلك المرض الذي كان مستعصي العلاج. توفي رحمه الله سنة 1267 للهجرة الموافق لعام 1846 للميلاد، بعد عمر حافل بالتقوى والورع، مخلفا وراءه تراثا
من العلم والصلاح. ومما هو معروف أن لخديجة بنت الولي أبناء آخرون أشقاء للشيخ محمد تقي الله، وهم حسب ترتيبه السن الشيخ محمد تقي الله الشيخ الحضرامي، الولي القطب محمد الغيث، والأمينة. هؤلاء العيل الخمسة وختهم الأمينة لهم أخ هو الأول محمد الأمين الشيخ أحمد الشريف السباعي. هذا النوع من الناس يلا لا أنتم كقناة وكصحفيين يلا تهتموا باهتمام خاص، إياك الناس تعدلوا مثال. أولا مثال في الزهد، مثال في طلب العلم، على أن المال ما هو كل شيء. أم بناته خديجة التي تميزت بالورع والتقى والصلاح والمدفونة في مقبرة القوس. هاي المقبرة في خديجة من تسريم محمد الولي، الولية العابدة الزاهدة اللي يشهد لها انها قططات ياسر من الزمن، صائمة وقائمة ولا تنطق يكون بسبحان الله، واللي نطقت به سبحان الله اللي تقول سبحان الله يصبن ما ليت ألف منك تصبن، هي اللي تقول لا سبحان الله، وانت قلت سبحان الله قبل الخيمه وبنوها وذبحوا عدل الخطار، انت اللي تسمع لا، لكن اللي قال لك هي فما اللي تمر قول لا سبحان الله. هذه قال شيخنا محمد فاضل هون يمين وقف عليها، قبور بها العطاب وحق لها الفخر، بها العلم والاداب والفوز والظفر، وزائرها يحظى بنيل مرامه ولا قرب ان يعطى لزائرها الاجر. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويلحقه بالملأ الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن بدءا وأجمل عودا وأحسن قولا وفعلا.